بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم تحت العنوان Working with the Clipboard. والكليبورد يا جماعة هي القائمة اللي على ناحية الشمال ديت اللي هي كالعادة الكلام طبعا هيكون سهل وبسيط فيها ما بين كابي وما بين كات وما بين بيست يا جماعة. طيب لو انا كنت عملت كوبي هلاقي الحاجات اللي طبعا عامل سيلكشن، لو انا كنت عامل مثلا كوبي هيقول لي اه كوبي ولا دبل كي. طب ماشي، انا قلت له كوبي ورحت المكان معين مثلا عملت اند، وممكن طبعا اعمل بيست. اعمل بيست طيب ليه؟ السي ام ولا اعمل بيست مع الاحتفاظ بالاصل ولا اعمل بيست للتكست؟ بس الحاجات دي طبعا اوريدي موجوده والناس عارفاها من مجموعه الاوفيس. انا عايز الفت الانتباه للنقطه اللي هي بتاعت الفورمات بينتر. يعني يا جماعه لو انا قلت مثلا على لفظ الجلاله هنا واديته تنسيق مختلف شويه ونفرض اللون ده، رحت عامل لو انا ضغط ضغطه واحده بس على الفورمات بينتر هتبقى موجوده معايا لو انا عملت لها سيلكشن على الكلمه بس، بعدين هتضيع مني. لكن لو انا عملت دبل كليك عليها يا جماعه تفضل معايا على طول لغايه لما انا إيه، كل ما اعمل سيلكشن كل ما ايه ما بتفضل هي موجوده معايا لغايه لما انا ايه، لغايه لما انا اسيب التحديد بتاعها هي تبتدي تتساب معايا باني اعمل كنترول زد باني اضغط عليها او اضغط في اي مكان فاضي. ده انا ضغطت دبل كليك يا جماعه. ده بخصوص الفورمات بينتر، ده طبعا ده خاصه بنسخ التنسيق. الحلقه طبعا ما فيهاش اي شيء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.